خلينا نتكلم دلوقتي بالتفصيل عن دور مكتبة مدينة الثقافة والفنون مع دكتور زين عبد الهادي مدير المكتبة. صباح الفل عليك يا فندم. وفي اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، كلمنا عن أهمية وجود صرح بهذا الحجم في العاصمة الإدارية الجديدة. صباح الخير يا فندم، صباح الخير محمد، صباح الخير على الأستاذ وائل وعليكم جميعا. دكتور زين، قوانين حماية الملكية الفكرية الحقيقة طبعا الأمم المتحدة هي منظمة خاصة بذلك، لكن هنشوف إن هنجد إن كل ده تحت قوانين التجارة، الاختراع وتصميم الصناعة وغيرها. قوانين حماية المؤلف الحقيقة يمكن بالصدفة الأسبوع اللي فات أنا كنت مع حد من سينيورز في المكتب بتاع القاهرة، والهدف الحقيقه من وجوده هو حمايه المؤلفين المصريين الكتاب والمبدعين وزياده دخلهم. والغريب ان كثير من المبدعين المصريين ما سجلوش انفسهم في المكتب الخاص بحمايه الملكيه الفكريه. الدور بتاع المكتبات ودور النشر مهم جدا بالنسبه لحمايه الملكيه الفكريه، خصوصا ان مصر بتطلع حوالي 30,000 عنوان كتاب في السنة. دي الكتب اللي هي بتسجل في دار الكتب المصرية، لكن تسجيلها في دار الكتب المصرية لا يعني إطلاقا أنها محمية فكريا إن لم تسجل في المكتبات المكاتب بتاعة براءات الاختراع والحاجات اللي موجودة في أكاديمية البحث العلمي. طيب دكتور، في مثل هذا اليوم المكتبة في مدينة الثقافة والفنون إزاي بتحتفل؟ والله إحنا بنحتفل من خلال مجموعة من اللقاءات مع السفراء الأجانب والعرب اللي موجودين في جمهورية مصر العربية، من خلال اتفاقيات معهم لتبادل زيارات الكتاب المصريين والعرب والأجانب لمصر وليهم، وأيضا الاحتفاء بالمؤلفين العظام. يعني مؤخرا كنا بنجيب مجموعة من النسخ اللي عليها إهداء لمكتبة العاصمة من كبار الكتاب في العالم من دولهم، زي جابريل غارسيا ماركيز مثلا وأسرته بتحتفل بيه، وإحنا بنحتفل عندنا بأعماله. وأيضا هنسعى إن إحنا نلتقي مثلا مع أسرة نجيب محفوظ أو يوسف إدريس أو الكتاب العظام اللي موجودين في مصر. طب الإضافة يا فندم اللي المكتبة يمكن بتقدمها للمؤلفين والكتاب إيه هي؟ إحنا بنعمل تسهيلات للمؤلفين إنهم يسجلوا نفسهم في مكتب حقوق الملكية الفكرية، وده هيساعدهم على وجود دخل إضافي ليهم، لأن إحنا مهتمين بهذه المسألة جدا في مكتبة العاصمة. طيب دكتور زين، لو حضرتك تكلمنا عن ابرز الكتب التراثيه وامهات الكتب اللي موجوده في المكتبه. احنا بنركز على الكتاب المصري، خصوصا الاعمال الصادره عن وزاره الثقافه، وبعض الاعمال اللي خدنا منها نسخ من مكتبه اسكندريه ودار الكتب المصريه. وعندنا نسخه نادره من كتاب وصف مصر في قاعه العرض الرئيسيه في المكتبه، بجانب اهداءات من كبار الكتاب عليها اهداءاتهم. وعندنا ممر تاريخي خاص بتاريخ الكتابة وتاريخ المكتبات وتاريخ الكتب في مصر من العصور المصرية القديمة حتى. طب ده عظيم. ده خلينا نسأل حضرتك عن طبيعة التعاون بينكم وبين مكتبة اسكندرية. عاملين اتفاقية مع مكتبة اسكندرية لتوفير تدريب للعاملين في المكتبات، وأيضا منفذ لبيع الكتب اللي بتنشرها دار النشر الخاصه في مكتب الاسكندريه، وايضا التعاون على المستوى الدولي في المؤتمرات والندوات الخاصه بالدوليه الخاصه بالمكتبات والكتابه والمعايير الخاصه بالمكتبات في العالم. طيب دكتور زين، هل بيتم التعاون ما بين المكتبه والجامعات المصريه او المكتبات بداخل هذه الجامعات؟ بصي، انا استاذ علم المكتبات وتاريخ المعرفه في جامعه حلوان، يمكن علشان لسه احنا ما فتحناش بشكل رسمي، لكن ده موجود على الاجنده بتاعتنا. هايل، بنشكرك دكتور زين عبد الهادي مدير مكتبه مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده، كل الشكر ليك.